ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وفيديو جديد، بس قبل ما ابدا الفيديو، لو هيعجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك للفيديو واشتراك في القناه، وكمان تفعلوا زر الجرس عشان توصل لكم كل الفيديوهات الجديده اللي هعملها ان شاء الله. الفيديو النهارده مقارنه ما بين نوعين من زيت الزيتون، بستخدمهم كتير وبجيبهم هنا، حلوين جدا. اول نوع اللي هو النوع البيتوتي، اللي هي الازازه اللي على الشمال، اللي هي الخلصانه دي، طعمها حلو كويس وكل حاجة، ولكن خلي بالك لان ده مش زيت زيتون صافي، ده عبارة عن جزء من زيت الزيتون اللي هو البكر الممتاز ده، وجزء تاني من زيت زيتون متكرر، يعني ده مخلط ما بين نوعين من زيت الزيتون، فما يعتبرش زيت زيتون بكر صافي خالص. فهتحسي دايما ان هو طعمه شوية مختلف عن انواع التانية اللي تقدري تستخدميها لزيت الزيتون اللي هو البكر اللي هو الصافي. اما النوع اللي على اليمين اللي هو المراعي، ده زيت زيتون صافي 100% بكر، يعني مش متخلط. هتحسوا دايما الفرق ما بين الاتنين، ان اللي هو زيت الزيتون البكر الصافي بيكون لونه اتقل من زيت الزيتون المخلط. طبعا بيبان الجوده في الطعم في الاكل لما بتيجي لو هتطبخي بيه او حتى هتحطيه على السلطه، طعم زيت الزيتون بيختلف تماما. وزي ما انت شايفه العبوه اللي على الشمال دي 500 ولا على اليمين دي 250، ففي فرق ضعف. وممكن تلاقي كمان ان سعر المراعي اعلى واغلى، وهيبقى فعلا اعلى واغلى من سعر اللي هي ال 500 اللي هي البيتوتي، مع ان بيتوتي اصلا الفتره دي اصلا مش رخيصه، بس هتلاقي المراعي اغلى. قيسوا مش بس المراعي، قيسوا على اي شركة تانية بتبيع زيت زيتون صوفي. انا مش بذم في اي شركة، انا قلت لكم ان انا بستخدم من شركتين، بستخدم دي وبستخدم دي، وبطبخ بالاتنين عادي، مفيش اي مشكلة. ولكن انا بقول لكم الافضلية بالنسبة لي ايه، يعني مش معنى كده ان انا مش هستخدم بيتوتي تاني، لا هستخدمها، بس بستخدم المراعي في اكلات معينة وبستخدم البيتوتي مثلا في اكلات معينة وهكذا. بس حبيت اقول لكم بس مش عارف الفرق، او مثلا اللي عايز يجيب حاجة ومش عارف يجيب ايه، عشان بس ما نتغرش في فكرة ان احنا نروح دايما للي عليه خصم كبير او سعرها ارخص، عشان بس تبقوا عارفين ان دي مش زيت زيتون صافي. وبس، شكرا وباي باي.